يقول: أستحلفك بالله أن تجيبني عن الإخوة الذين يسبون العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فإذا كان هل رأيت أو هل سمعت ربك في القرآن يثني على الذين يسبون الناس ويشتمونهم؟ هل سمعت حديثا عن رسول الله في الحث على سب العلماء وفي الحث على سب المشايخ؟ أم سمعت من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وسمعت الدين النصيحة؟ لكن هناك قوم استحوذ عليهم الشيطان وألبسهم لباسا أضلهم به، ألبسهم لباس أنهم علماء الجرح والتعديل، ألبسهم هذا اللباس فوسموا أنفسهم أنهم علماء للجرح والتعديل، وتراهم شباب أحداث، شباب أحداث صغار. أمس كانوا تاركي الصلاة، ترى أمس كان تاركا للصلاة، لبس لباس أنه من علماء الجرح والتعديل، فاستجاز به الاغتياب، استجاز به الطعن في العلماء والكبار والصغار. ساء خلقه بهذا اللبس الذي ألبسه الشيطان إياه، وزين له الشيطان سوء عمله، فيقول لك: نعمل هذا العمل قربة. أي قربة هذه؟ هل أنت عالم راسخ حتى تقول أنا أتقرب؟ أي قربة التي تتقرب بها أن تقف تترك العلماني الفاجر الذي يحارب الله ورسوله ليل نهار، وتترك أهل الإجرام في الإعلام الذين يضلون الناس، وتترك أهل الشرك يطوفون بالقبور، ونظرك على الشيخ الذي يعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله؟ إن أخطأ في كلمة أقمت الدنيا وأقعدتها عليه. شأن الخوارج سواء بسواء، جماعة التبديع وليدة جماعة التكفير، جماعة التبديع وليدة جماعة التكفير وشقيقتها في سوء الخلق وسوء الديانة وسوء الأدب، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وإن كانت الخوارج تباشر هذا بالسيف، فهؤلاء يباشرونه باللسان. جماعة التكفير وأنجبت جماعة سيئة تدعي أنها ورعة وتبدع كل المسلمين أو جل المسلمين، وهم في ظن أنفسهم الفرقة الناجية. ترام يوالون العلمانيين ويوالون الليبراليين ولا يلوون على الشريعة، ليس لهم دخل بكتاب الله. قل جماعة حكموا القرآن، ليس القرآن عندهم، يتمسكون بأقوال بعض العلماء القليلين. أنت لا تعرف أقوال العلماء كلها، لكن تعرف كتاب الله وتعرف سنة رسول الله. يقول لك زيد بن حسن ما أدري ماذا قال، يا أخي حججني بكتاب الله وسنة رسول الله. أنساهم الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يدعون إلى كتاب عزيز ولا يدعون إلى تحكيم شرع الله، لكن همهم الأكبر لا كثر الله سوادهم ولا بورك في جمعهم، لا ينالون، لا يبينون معتقدا صحا في النصارى ولا معتقدا صحا في الشباب الذين يلحدون في الجامعات ولا في العلمانيين ولا في الليبراليين، ولا يقدمون نصيحة للمتبرجات ولا يقدمون نصيحة للطائفين بالقبور، إنما همهم يقف أمام شيخ ويسمع. ما في شيخ معصوم يا أخي، ليس هناك شيخ معصوم أبدا، ليس هناك شيخ معصوم أبدا، ولا بشر معصوم إلا رسل الله الكرام فيما يبلغون من شرع الله، فيقفون يستمعون. إن زل لسانه بكلمة تركوا كل الحسنات وأخذوا الكلمة وبدأوا ينسجون حولها أناسيج، يقصون الأول والآخر كالذي يقص بالضبط. ويل للمصلين، الذي يقص بالضبط من الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، يقص ما قبلها ويقص ما بعدها، ويقول لك انظر يقول ويل للمصلين، يا حرام عليك. فهي جماعة وليدة لجماعة التكفير، يا جماعة التبديع التي استجاز شبابها لا كثر الله سوادهم، استجازوا أن يشرحوا عرض كل عالم، وكأن شياطين الإنس والجن سخرهم لهذا. وكما أسلفت، يدعون أهل الأوثان ويخوضون في أعراض أهل الديانة والإسلام. أخوك المصلي الذي يبتغي وجه الله ويقرأ ويجتهد،
هل تظنه معصوما؟ لا هو معصوم ولا أنت معصوم. من أنت؟ من أنت؟ طب يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. إن جئت تسأله هل يطلق القرآن؟ والله يا إخواني أندر من النادر إذا وجدنا واحد منهم يجلس في المسجد يقرأ كتاب الله ويتدبر كتاب الله، أندر من النادر. إنما يجتمعون ليلهم ونهارهم على الطعن في فلان، فلان قال، فلان ذهب، فلان جاء، طعن في الأعراض ولا يسلم منهم أحد. لكن الله يكفينهم بما شاء سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم والسلام عليكم.